تعالوا نشوفوا ازاي نعمل شويه رز بالشبت مع بعض بطريقه بسيطه وسهله. الرز معانا والشبت معانا والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكركم وتومه ناعمه. اللهم صل على النبي. نخلي الطاجن ده هنا. عايزه فين ده يا فاروق؟ الله عليك، لسه الرز ما استواش اهو. يا ويلي يا ويلي، هو ده زي الفل. نعمل طاجن رز مع بعض هنا في الطاسه الحلوه دي كده اهو. نحط فيها زيت زيتون، ومع زيت الزيتون ده يا عم الشيف قليل من الزبده. عينيه اهو، نخلي الزبده تسيح ونطلع كفته مع بعض كده، ونجيب شقاوه الكفته بتاعتنا وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل دقيقه لعمل اكله سي فود النهارده بخفه دم وسهوله وبساطه ومرونه من مطبخك. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، بنرتب السفره بتاعتنا، بنأمن على شويه الرز الحلوين، لان العروسه من غير كوشه بتحس ان القعده فقيره. السفره بتاعتنا وخاصه لما تكون سي فود وعليها طاجن ميكس من السي فود وعليها كفته السمك الجميله الحلوه الاختراع بتاع المغازي وعليها كمان الرز بالشبت كده، اعتقد ان كل حاجه تبقى ايه زي الفل. اه ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. اه الرز جاهز، عندي الشوربه بتاعتي بتغلي على النار، فاكرينها ولا ناسيين؟ كفر الكابوريا اللي هزين بيه الرز دلوقتي، مع قشر الجمبري، مع روس الجمبري، مع روس السمك، كل اللي عندك من السي فود حطيه في الحله، مع بصلايه وجزر وكرفس وورق لورا، هيكون عندك شويه شوربه مش موجودين غير عندك انت وبس. اه ناخد الشبت بتاعنا الحلو. الله تعالى يا غالي. الشبت على فكره ده حرامي، بيسرق الطعم من اي حاجه. لو حطيتيه مع كزبره وبقدونس مع كرفس تلاقي هو اللي صوته عالي في قلب الطبق، بس تحطيه لوحده تحس ان هو ايه، بيتكلم عن نفسه بس. اه ده الشبت، وبلاش عروق الشبت، خليكي مع ورق الشبت. اه فرمه ناعمه تنزل على الرز بعد تدويره في الزبده والزيت مع شوية بهارات حلوين. اه اللهم صل على النبي، وشوية كركم كمان بيدوا للرز شخصية. اه وملح وفلفل. اه حطيت بصل أو تومة في البداية خالص قبل الفاصل يا فاروق، ونقلب كل ده مع بعضه. اه الله هو ده. اه ايه الحلاوة دي. اه يوم الشبت ينزل هنا. الرز لو غسلناه وبعد ما غسلناه صفناه من المية وسبناه شوية، ايه اللي بيحصل؟ بيستوي معاك بسرعة. عندنا البيون بتاعنا الجميل، اللهم صل على النبي، بنصفيه جيدا عشان ما يكونش فيه اي متعلقات خالص معانا، بمصفى حلوة زي دي كده. الله دي دايما تكون موجوده عندك. اه لان وارد قشر الجمبري وشنبات الجمبري ورجول الكابوريا تنزل في قلب الرز. اه لازم تجيب مصفى ناعمه. اه خلص الرز يا عم الشيف، نقلبه كده. ايه الحلاوه دي، واتقل على الرز بتاع السمك لما يستوي. اه الله. اه هسيبه على النار على ما نشوف نعمل ازاي سلطة الطحينة بالفلفلة الحلوة، ازاي نعملها مع بعض. مقاديرها على الشاشة. طحينة حلوة قوي، ماء دافي
خل، شطه، فلفله حلوه. وبيسالونا على السوشيال ميديا الطحينه بتفرط مني. الرز بتاعنا على النار بتاعنا، رز بالشبت. نجيب طبق حلو كده للتقديم. الله تعالى يا غالي. دايما الاطباق اللي عندك لما تشتريها تجيب اطباق شكلها يعني ايه، شكل السمك زي ما انا زي موجود معانا كده، بتبقى لطيفه وحلوه. شايف الرز ده؟ رز بسمتي. ايه الحلاوه دي؟ شفت الرز بالشكل ده؟ فل، عامل زي الريزوتو من المطبخ الطلياني. ايه هو الريزوتو؟ بيبقى رز مصري بياخد خضار، يا اما بياخد جمبري، يستوي على النار بماء كثيفه غير عيار الرز العادي، في الاخر بياخد جبنه موزاريلا وبقدونس وريحان حسب الرغبه. اهو ده الشرح النظري للريزوتو، ده الرز بتاعنا المصري الجميل الحلو. واخبار الطحينه اهي، بص ايه الحلاوه دي. وكفر الكابوريا يطغو بجماله وشكله ولونه في قلب الرز. ايه الحلاوه دي؟ رز بالشبت بالشكل ده كده، بتقدميه مع شويه السي فود بتوعنا اذا كان المقلي او الطاجن بالشكل ده كده. التفاصيل بتاعته فيها طعم الشبت، فيها طعم السمك من الحله اللي كانت موجوده معانا من البدايه خالص، اللي هي فيها روس الجمبري، فيها الكفر بتاع الكابوريا، وفيها كمان الجزر والكرفس والبصل والثوم بالشكل ده كده. طبق حلو بسيط وسهل، ما فيهوش دسامه، حتى اللي بيعمل دايت او بيعمل رجيم ياكل منه.